احمر على طريقه التاجر لما بيفلس بيرجع لدفاتره القديمه. محترم منصور بيعين جيمي باتشيكو مدير فني نادي الزمالك. هتقول لي التاجر لما بيفلس طب ما كريستيان جروس ما كانش افلاس ولا جوزفالدو فيرا كان افلاس؟ لا دول كانوا مطالب جماهيريه للمدربين كانوا ناجحين مع النادي فالناس كانت بتطالب بيهم وكانت بتحلم بيهم. المشكله مع جروس كانت مشكله ماديه ان جروس كان عايش شهرين المحترم منصور ما رضيش يدفعهم له وكان كمان كان عايش شهرين مقدم فمرتضى حس ان الراجل عايز ينصب عليه. جوزفالدو فيرا مساعدين بطوله من بعد اعتزاله راحوا اشتغلوا في انديه فالراجل محتاج يجيب مساعدين جداد والراجل قال للزمالك شكرا انا مش هعرف ان انا اجمع مساعدين فتره سريعه قبل مباراه الرجاء فروحوا انتوا وهاتوا المدرب. الزمالك اتكلم مع اخوان انطونيو بيتزي مدرب السعوديه السابق. الراجل قال لك احنا ما عندناش اي افكار ان احنا نرجع للشرق الاوسط حاليا. اتكلم مع مدربين كتير لقوا ان في مشاكل كتيره قوي في التعاقدات لقوا ان المدربين مش ماديا متاثرين قوي فلقوا ان احنا لا يا جماعه احنا محتاجين نشوف مدرب هيكون قاعد في البيت بقى لفتره طويله ما عندوش اي مانع يجي يشتغل معانا عنده حاجات احنا محتاجينها الفتره دي. يعني مثلا محتاجين الفتره دي شخصيه قويه محتاجين الفتره دي يكون مدرب دفاعي مثلا زي باتريس كالدرون عشان خاطر الفرقه ما تتلخبطش خلال الشهر اللي موجود ده. نكمل المدرب الدفاعي وكان باتريس كالدرون لسه موجود بس الفرق اللي هيكون موجود جيمي باتشيكو هو اللي هيكون على الخط وباتشيكو كمان متسع على كالدرون في حته شخصيه والشخصيه دي اللي قدالك ماتش طنطا. لعيبه الزمالك محتاج مدرب يشكمهم مدرب يخافوا منه مدرب يكونوا عارفين كويس قوي ان هم لو غلطوا او كل واحد فيهم طلع ميسي او رونالدو اللي جواه هيقعد على الدكه المباراه اللي جايه وده باتشيكو ممكن يعمله. بس هل محترم منصور ممكن يتحمل جيمي باتشيكو بعد بطوله افريقيا؟ والله ما اعتقدش. انا معتقد ان جيمي باتشيكو جاي يمسك الزمالك بطوله افريقيا ما بعد افريقيا مرتضى منصور ممكن ينطر باتشيكو عادي الحياه حلوه يعني لو الفرقه خسرت من سموحه او حتى لو خد كاس مصر مع باتشيكو ما اعتقدش ان مرتضى ممكن يكمل باتشيكو السنه الجايه ويديله موسم كامل لان الراجل يعني ما بيعمرش الفرق. يعني الفرقه الوحيده اللي عمر فيها بعد الزمالك عمر فصيل لان هو بعد ما مشي من الزمالك راح اشتغل شويه في السعوديه. هم كانوا 10 ماتشات 10 ماتشات لعب فيهم مباراه وفازها وخسر 5 مباريات وتعادل 4. جمهور الشباب قال لك بس ده لازم يمشي يا عم الحاج ما ينفعش يكمل معانا وفعلا ده اللي حصل ورئيس النادي مشاه وبعد كده راح الصين اشتغل سنه هناك وبعد كده قعد في البيت من 2017. الراجل ما عندوش اي مانع ان هو يشتغل في اي نادي عارف ان المدرب يقول لك الكلام بتاع الراجل بيحبه وما بيحبش وعارف ان نسبه كبيره كده وهيكونوا زعلانين على موضوع باتشيكو وان ما ينفعش النادي يرجع مدرب هرب والكلام ده. بس احنا في فتره ما يعلم بها الا ربنا والفتره دي انت مزنوق فيها كمدرب معلش يكمل باتشيكو لحد بطوله افريقيا ما تخلص. في وجهه نظري باتشيكو اهم ميزتين فيه اللي انا قلتهم لك الشخصيه القويه وان هو مش هيغير فكره الفريق جديد هيفضل برضه بالشق الدفاعي اللي الفرقه كانت عليه ايام باتريس كالدرون والانضباط الدفاعي والانضباط التكتيكي والكلام ده. فده اعتقد الميزتين اللي بناء عليه تم اختيار باتشيكو وغير الميزه الثالثه ان هو متاح وان هو ممكن ما عندوش اي مانع يشتغل في اي حته. الراجل بقى له فتره مفخخ فالراجل اول ما جاله عرض قال لك تمام النادي اشتغلت فيه تمام زي الفل عارف كويس قوي ان المصريين بيضحك عليهم بالكلام والعاطفه وممكن تلاقيه بكره الصبح هنزل شويه تصريحات قد كده ما عادي الناس تبلع الحقيقه احنا عندنا مصريين بنحب قوي نكذب علينا بنموت قوي.